السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة في بحر الأسبوع هذا المشروع تاع الدنيا بارك، واللي يشهد في الحقيقة يعني أشغال كبيرة جدا فيه. الآن إنشاء جسر سوف يمر فوق البحيرتين، وكذلك فيه أشغال تاع تشجير وملحقات جديدة ترفيهية في الحديقة الكبيرة اللي تعد أكبر حديقة حضارية في الجزائر. ونخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى مشروع تهيئة حديقة دنيا بارك. والسلام عليكم.